السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جايبين فيديو جديد للعبة رويال كلاش. طبعا النهاردة جايبين لكم استراتيجية جديدة ان انت تلعب بيها وتهزم خصمك بأسهل طريقة يعني. وفي طبعا في صناديق كتير هنفتحها النهاردة. مثلا الصندوق الفضي نبتدي بيه الأول، نشوف الاستراتيجية دي. معاك حشد المينيون والساحر طبعا متعرفش تستغنى عنه، وبرميل الغول والمراية. أنا يعني مش مطور المراية يعني، بس بعدين نبقى نطورها. الجيش هياكل العظمية والأمير والجيش البربرة وجمع الإكسير. في برضو لو انت عايز حاجة جديدة يعني، حاجة يعني خطتين مثلا يبقوا معاك تلعب باللي انت عايزه. طبعا الجليد اللي هو التجميد ده انت بتهجم مثلا بالساحر او بالعملاق او بهيكل العظم العملاق، وتقوم مجمد المكان اللي انت هتضرب فيه. مش هيقدر يتحرك طبعا، قوتك كلها تكون موجودة وحاضرة، فبتضرب وانت ما بتلاقيش مقابل يعني، ما حدش هيهجم عليك، انت جمدت المكان كله لمدة، انا معايا بجمده لمدة 4 ثواني ونص. طبعا مع الامير الظلام، مع حشد المينيون، مع الجيش هياكل العظمية، مع التنين الصغير وهيكل العظم العملاق والساحرة والساحر. دي يعني برضو كويسة واقوى من دي. تمام، نفتح صندوق الفضي. تمام، شاهد القبر. في الصندوق المجاني برضو. الحاجات دي ايه، الصناديق الصغيرة ما بيجيش فيها حاجات كتير يعني، حاجات بتبقى ايه قليلة. صندوق التاج 434 ذهب واتنين مجوهرة، والعملاق بطاقة واحدة، والفارس 8، وبرج القنبلة 5، والأسهم. طبعا باقي الصندوق الممتاز اللي هو ظهر لي وانا بلعب امبارح، وقلت لازم اعمل فيديو عليه وافتحه لكم النهارده. شوف اول واحده التجميد اللي انا قلت لكم عليه، اداني منه بطاقتين. بطاقه طبعا دي ممتازه، برضو الاعصار كويس، برضو برميل الغول بتستخدمه كتير، والعملاق ده كويس جدا، 9 بطاقات، ده كويس جدا جدا جدا. خش بقى نطور كل الحاجات دي. انا طبعا بستخدمه اهو، هيزيد 220 قوته الباور بتاعه. انا باقي عندي، شايفين هنا يا جماعة، باقي هنا خلاص على 2000 مفيش يعني. انا ممكن اطور اي حاجة تانية، المراية مثلا، او بلاش المراية دلوقتي. يعني ممكن ان احنا خلينا في المراية، طور المراية. الاعصار برضو كويس. طبعا انتقلت انا كده للمستوى الثامن، بقى طبعا الابراج الساحة بقت اقوى، مثلا من 2352 زادت 168، والنقاط الاصابة اللي هي برج الاقوى برضو تجدد وتطور، ده طبعا كويس. طبعا ممكن النهاردة نفتح نتفرج على مباراة كنت بلعبها برضو من شوية. طبعا زي ما احنا متعودين انت ما بتهجمش، بتستنى الخصم هو يهجم عليك او بتشوف هو هيعمل ايه.
انا حطيت طبعا الاكسير بتاعنا في الاول، وتشوفوا هو ناوي على ايه بقى. هو طبعا حب يدمره بالنار، تقريبا دمره يعني. حطيت له انا البرنس، ومعاه طبعا دي هجمة بس ايه مش كويسة مني، بس هو طبعا مش هيقدر يعمل حاجة، البرج الساحة هيقضي عليهم. نزلت له جيش المنيون، دمرهم طبعا. تقريبا مات خلاص البرج ده خلاص. هو طبعا بيستفزني وبيضحك. فأنا نزلت بإيه، بالساحر، ونزلت له ساحر تاني. طبعا الاتنين قوتهم مع بعض بتبقى قوية يعني. نزلت له طبعا حشد الساحر مع القوة دي كلها. لازم طبعا مش هيلاقي رد فعل خلاص. تقريبا البرج ده راح خلاص. دخلت خلاص، بقيت انا والساحر. فقلت اهدى بقى شوية كده واشوفه ايه هيعمل ايه. نزل طبعا العملاق، حشد المنيون على طول بيخلص اي حاجة. حطيت له البرميل هناك بتاع الحشد ده، طبعا هو غلطان في دي خلاص. طبعا مع السحر وحشد المنيون الموضوع منهي خلاص، انتهى الأمر. نزلت بس البرنس كده يساعد بس، انتهى طبعا المباراة. تمام، وإن شاء الله يعني في فيديوهات تانية هنجيب استراتيجيات تانية وهنفتح صناديق تانية إن شاء الله. وبشكركم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.